الكآبات والآلام والعناصر الثقيلة اللي موجودة في داخل جسمنا، في داخل جسمنا، هذا مش نظريا، عمليا إنها بتسحب زي المغناطيس، بتسحب المعادن الثقيلة اللي موجودة في جسمنا وبتطردها، بتطردها طبعا يعني عن طريق العرق، يعني عن طريق التنفس والهواء، يعني عن طريق الكلى والبول، يعني عن طريق البراز والإخراج. ساعة استحمام في حمامات معين في الأردن بالمياه الحارة أزالت شظايا من رصاص الدمدم، أصبت فيها وأنا عمري 16 سنة، أصبت في رصاص الدمدم، دخلت جسمي منطقة البطن وظلت بعض الشظايا اللي مستحيل إنها تنشال، وهذه الشظايا بتظهر شوي تحت الجلد وبتسبب بعض الآلام أحيانا مكان دخول هذه الرصاصة، اللي هي الحمد لله ما انفجرت، قدروا يطلعوها. بس بعد معاناة 25 سنة من هذه البقايا، من هذه الشظايا، نص ساعة ساعة استحمام في المياه الساخنة والمياه البركانية في حمامات معين، شالت لي هذه الشظايا من جسمي. بعد ما رحت على الأوتيل وغسلت حالي، لاحظت إنه طلعت شوي 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 تحكي، كل الشظايا طلعت برا وارتحت. فعشان هيك بقول لكم هذه المياه والطينة زي المغناطيس، بتسحب من جوا لبرا إذا شظايا سحبتها، فما بالكم في السموم والالتهابات التانية. بنصح كل واحد يجرب، إذا إن شاء الله حيكون فيها منفعة وتخفيف لهذه الآلام. وهذه يعني إذا الجلسة بالطينة أو بالزيوت مع الأشعة، هذه مش كل يوم، هذه جلسة أسبوعية أو جلسة شهرية لمدة 2 3 أيام، استجمام وإعادة بناء كامل ودي